أهلا بكم. كأن قدر المشاريع في العراق أن تردى بالتلكؤ، لا يستأنف منها إلا القليل ويعطل منها الكثير، مرة بالفساد ومرة بالروتين ومرة بغياب التخصيصات، وأغلب الأحيان تكون كل الأسباب حاضرة: مشاكل تعاقدية وإجراءات قانونية وتضارب في الصلاحيات وتعدد التوجهات، كلها قائمة إلا المشاريع فهي راقدة. فهل ما تحرك منها يؤثر برغبة المواطنين كتحريك عجلة الأعمال التنفيذية في الطريق المؤدي إلى مدينة علي الوردي؟ فهل ستحيي لنا محافظة جديدة أم أننا نحتاج للنهوض بالمحافظات القديمة؟ وما بين الملفين ضيفين من وزارتين يقترن اسمهما بالتخطيط والإعمار، فهل سيكملان مسيرة بعضهما؟ أهلا بكم. رغم من تبني الحكومات المتعاقبة شعار إنهاء المشاريع المتلكئة، إلا أن هذا الملف ما يزال مفتوحاً أمام الحكومة الحالية التي تدفع ثمن فساد الحكومة السابقة بعد أن كبدت العراق خسائر بلغت أكثر من 16 مليار دولار بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة التخطيط. الحكومة الحالية قاعد تعمل بمشاريع مهمة مثل مدلة حفر، يعني كنا كمواطنين موجودين ببغداد بالمحافظات، لكن أيضاً هي دا تعمل بجزء آخر هو ما متعلق به اللي هي المشاريع المتلكية. احنا دا نشوف ان الحكومة الحالية هي دا تتحمل أعباء هذه المشاريع المتلكية من الحكومات السابقة، فكان يفترض انه على هذه الحكومات السابقة هي اللي تنجز هذه المشاريع، ما تحول أعباء هذه المشاريع وتكون ثقل وهم إضافي على الحكومة الحالية. لجنة الخدمات والإعمار النيابية أحصت عدد المشاريع المتلكئة في بغداد والمحافظات إلى أكثر من 1600 مشروع، مشيرة أن الحكومات السابقة تلكأت بإنجازها بسبب الفساد المالي والإداري، وسط مطالبات بتشكيل لجنة لمحاسبة المسؤولين المقصرين بسرقة المال العام. الحكومات السابقة، الحكومة شكلت وانتهت، ما انجزوا ولا جسر. اما الحكومة الحالية فالمفروض من الحكومة الحالية تشوف التقصير والاموال اللي انهدرت راحت وين، واي مشروع راحت وليش وشنو، فقط بس اسم مشاريع لكن انجاز ماكو. فمن المفروض ان الحكومة الحالية نطالبها انه تحقق، زين، ومن هيئة النزاهة ان تحقق بالمشاريع السابقة اللي هي بدون إنجاز مع الأسف الشديد. أنجزت الحكومة الحالية قرابة 366 مشروعا من بين المشاريع المعطلة، مؤكدة العمل ما يزال يجري في باقي المشاريع، ومن المؤمل إكمال العديد منها نهاية العام الحالي. 300 مليار دولار خسائر المشاريع الوهمية وأيضا المتلكئة منذ عام 2003 ولغاية الآن، أغلبها لم تنفذ سوى على الورق، فيما القسم الآخر لا تتجاوز نسب الإنجاز فيها 30%. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. إذن من جديد أرحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام. محور الحديث في الملف الأول سيكون مع المتحدث باسم وزارة التخطيط دكتور عبد الزهرة الهنداوي. مرحبا بجنابك دكتور في حصاد الأيام. مساك الله بالخير والعافية. أهلا بحضرتك دكتور. اليوم لما المواطن بالشارع العراقي يشوف خلال سنة واحدة هذه المشاريع تسير بهذه الانسيابية والسرعة، يعني بديهي يتساءل وين كانت الحكومات خلال هذه الفترات؟ ليش أما مشاريع وهمية أما مشاريع متلكئة، وبالتالي المليارات تصرف وتهدر وماكو شيء على أرض الواقع يستفاد من عند المواطن؟ شكرا جزيلا مرة أخرى، مساك الله بالخير والعافية. تحية لك وللمشاهدين وللزملاء خلف الكاميرات ولكل المتابعين. بالتأكيد العراق مر بظروف لم تكن مثالية، ظروف صعبة معقدة، أمنية سياسية اقتصادية، والنتيجة ألقت بظلالها على المشهد بكل تفاصيله. نعم. أنا أتحدث عن 2015 صدر قرار 347، هذا القرار قضى بإيقاف عدد كبير من المشاريع. يوم ذاك كانت الظروف الأمنية معقدة صعبة جدا، هناك حرب ضروس ضد الإرهاب، وبالتالي إيرادات الدولة لا تغطي متطلبات الحرب ضد الإرهاب ومتطلبات التنمية والمشاريع، بالتالي نتيجة توقفت المشاريع.
حتى نستأنفها بصراحة، حتى نعالج يعني صارت تراكمات كثيرة، صارت حالة اندثارات كثيرة في العديد من هذه المشاريع. احنا اليوم ايضا نتحدث عن انه العدد المشاريع المتلكئة، نتحدث اليوم عن قرابة 2600 مشروع متلكئ موزع بين مشاريع وزارات اللي عددها 1321 ومشاريع تنمية أقاليم محافظات اللي عددها 1290. زين دكتور، اتخذتنا قبل 2015، إذا نرجع قبل 2015 عندنا مليارات الملايين والدولارات تم هدرها، تمت سرقتها بدون شيء ملموس على أرض الواقع. هسه هذه قضية أخرى أنا ما أقدر أخوض بها، هذا اختصاص جهات أخرى، يعني قضية الفساد والهدر والأموال إلى آخره، هذه يعني مو ساحة وزارة التخطيط، هذا أكو رقابة مالية، أكو نزاهة، وأكو يعني جهات أخرى هي تعنى بمتابعة هذه التفاصيل، هذه الملفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. إحنا اليوم أصلاً هناك لجنة مشكلة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ضم في أضويتها رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة. مهمة هذه اللجنة النظر في الأسباب توقف المشاريع اللي بها أسباب فساد وأسباب يعني تعاقدية وإلى آخره، حتى يعني أولاً معالجة الأسباب وبعدين يعني تقصير المقصرين إذا كان هناك مقصرين. ولكن بالمجمل أقول أن الظروف اللي مرينا بها ما كانت طبيعية، يعني بالتأكيد يعني أول المتضررين من هذه الظروف هي التنمية والمشاريع، فهذا هذا اللي صار. طبعاً الظروف عندما تحل ظروفها كذا بالتأكيد يشيع الفساد وتشيع تفاصيل أخرى كثيرة أيضاً تكون معرقلة ومعطلة للمشاريع. جيد دكتور، كم عدد المشاريع المتلكئة بالعراق بشكل عام؟ نعم. وأيضاً ما نسبة المشاريع اللي تم استئناف العمل نعم. بها وبالتالي تم نعم. كمال يعني المشاريع اللي الآن هي تحت يعني أو على الطاولة خلي أسميها المتلكئة، نتحدث عن 2600 مشروع تقريبا أقل بقليل، هذه موزعة بين مشاريع الوزارات ومشاريع المحافظات، 1321 مشروع للوزارات و1290 مشروع للحكومات المحلية وتنمية الأقاليم بالمحافظات. من شكلت هذه الحكومة شكلت لجان متعددة أغلبها كانت برئاسة وزارة التخطيط والسيد وزير التخطيط، وبدأت عملها منذ الأيام الأولى لتشكيل الحكومة على اعتبار أنه ملف المشاريع المتلكئة أعطي أولوية ضمن برنامج الحكومة وضمن توجهات الحكومة، والسيد رئيس الوزراء بشخصه يتابع هذا الملف بشكل دائم ومستمر للوقوف على الأسباب واتخاذ المعالجات. لا تخلو جلسة من جلسات مجلس الوزراء من اتخاذ قرار بالمعالجة، وحقيقة عولجت الكثير من المشاريع، صار التركيز على مشاريع ذات الصبغة الخدمية، مشاريع المستشفيات، مشاريع المدارس، مشاريع الماء، مشاريع الصرف الصحي، مشاريع الكهرباء والطرق. وإحنا اليوم نتحدث بعد ما اتخذت الإجراءات حقيقة تقريبا 825 مشروع استؤنف العمل بها من مجموع هذه المشاريع، أنجز منها تقريبا 360 مشروع من هذه الـ 800، والباقي هو في طور العمل، وأكو 471 مشروع اتخذت الإجراءات يعني بانتظار التخصيصات المالية حتى يستأنف بها العمل، هناك 450 مشروع ما زالت يعني قيد الدراسة، هذه بها أسباب يعني تعاقدية، وأكو هذه اللجنة اللي ذكرت حضرتك أنه برئاسة السيد وزير التخطيط تنظر في الأسباب لهذه المشاريع حتى تعالجها. دكتور، شنو أبرز أسباب تلكؤ العمل بهذه المشاريع وشون تعاملت مع هذه الحكومة حتى بالتالي تخلصنا وتجاوزنا موضوع التلكؤ والتوقف في المشاريع؟ السبب الرئيس يعني اللي أوقف هذا العدد من المشاريع هو قرار 347 لسنة 2015. هذا مثل ما ذكر حضرتك قبل قليل، هذا القرار حقيقة أثر كثيرا على المشاريع ووقفت الكثير من المشاريع اللي كانت بها نسب إنجاز معينة، والمشروع من يتوقف يصير بحالة اندثار بالنتيجة تضاعف الكلفة. احنا إذا نتحدث عن كلفة هذه المشاريع المتوقفة والمتلكئة يعني التزاماتها التعاقدية تصل إلى حوالي 26 تريليون دينار أنفق في عام 2023 في إطار المعالجات. نعم. لهذه المشاريع حوالي 3 تريليونات و600 مليار و670 مليار دينار، منها 3 على مشاريع الوزارات 3 تريليونات و600 وكسر مليار على مشاريع تنمية الأقاليم.
وبالنتيجة احنا نتحدث عن مشاريع مهمة يعني تهم حياة الناس وتقدم خدمة. هذا المشروع من يستأنف به العمل أولا أنت راح توفر فرصة خدمية للناس، على اعتبار احنا قلنا هي مشاريع مستشفيات ومدارس وصرف صحي وما، واثنين أيضا تحرك عجلة التنمية من خلال خلق فرص عمل، فلذلك أعطيت أولوية. والأمر الثالث أنه هي أنفقت عليها أموال يعني في وقت مراحل تنفيذها، وبعضها واصل لمراحل ربما 70-80% نسبة إنجاز فيها وتوقفت. هذه القضية بهذا الشكل. جيد، القرار صدر كان العراق يمر بظرف أمني صعب ويحتاج إلى تخصيصات مالية لدعم المقاتلين في ساحات القتال، لكن الحمد لله يعني الموضوع الأمني قبل سنوات يعني من 2019 كان جيد. متى بدأ العمل الفعلي بالمشاريع المتلكئة حتى يتم إنجازها بشكل كامل؟ يعني حقيقة للإنصاف والحق يقال أنه متشكلت الحكومة الحالية كان هناك اهتمام كبير بملف المشاريع المتلكئة، ويعني مباشرة بعد تشكيل الحكومة قمنا بعملية حصر وجرد لهذه المشاريع من خلال مناقشتها مع كل الجهات ذات العلاقة، جهات صاحبة هذه المشاريع وزارات، جهات غير مرتبطة بالوزارة، محافظات، يعني صارت اجتماعات وحوارات ونقاشات معمقة وعلى مدى أشهر حتى تتضح الصورة، حتى نحصر هذه المشاريع ونحدد الأسباب، نحدد نسب الإنجاز، نحدد إيش قدر الحاجة من التخصيصات، ونحدد أيضا هذا مهم القدرة التنفيذية للجهات المستفيدة. أكو جهات يعني ربما ما عندها قدرة على استئناف العمل أو تنفيذ العمل في هذه المشاريع، ممكن حتى نقدم لها دعم. وبذلك حقيقة أقول نجحت الإجراءات في معالجة قرابة 71 مستشفى كان متلكئ، وهذه المستشفيات بسعات سريرية مختلفة تبدأ من 50 إلى 100 سرير، 200 سرير، 400 إلى 600 سرير. هذه موزعة على بغداد والمحافظات؟ طبعا أنا أتحدث عن العراق بشكل عام، ما أتحدث عن بغداد. جيد. فهذه المستشفيات يعني فعلا بعضها يعني أكمل خلال هذه السنتين 23 و24 ودخل الخدمة، وبعضها الآن في مراحل متقدمة يعني ستدخل الخدمة، يعني مثلا مستشفى الشعب سيدخل ينجز خلال شهر أيلول المقبل هذه السنة. ممتاز. وهذه 2024 إلى حد ما ستكون حاسمة لملف المشاريع المتلكئة بشكل عام، سواء كان ما يتعلق منها بمشاريع الوزارات أو بمشاريع المحافظات. البعض اليوم نشوفها بالشارع، عسى ما نريد وما نعرف شنو نوصف بالضبط، لكن يقول هذه الحكومة هي حكومة جسور وطرق فقط. إذا نريد نبذة عن المشاريع اللي تم إنجازها خلال هذا العام أو خلال هذه الحكومة باختصار. لا، هذه حقيقة ظلم لجهود كبيرة تقوم بها الحكومة. ربما الجسور هي يعني تتعلق بقطاع معين، بقطاع محدد اللي هو وزارة الإسكان والإعمار والبلديات، وتحية لهذه الوزارة حقيقة أدت أداء رائعا خلال هذه الفترة من خلال هذه المشاريع، وهي أساسية وحيوية واستراتيجية. احنا بغداد مختنقة تحتاج الى يعني الى هذه المسارات حتى شوية يعني تفك هذا الاختناق، ولكن بالمقابل هناك مشاريع كثيرة حقيقة. احنا اليوم نتحدث عن قرابة 6000 مشروع هي على قيد التنفيذ، وهذه المشاريع تشمل بالإضافة للطرق طبعا تشمل مشاريع كهرباء، تشمل مشاريع ماء، مشاريع زراعة، مشاريع بناء تحتية وخدمات، اتصالات، في مختلف مفاصل التنمية هناك مشاريع يجري تنفيذها في الأرض، وهذا هو أحد الأسباب الأساسية في خفض نسب البطالة، خفض نسب الفقر، لأنه نتحدث عن خدمات ونتحدث عن فرص عمل بالمقابل. يعني إذا نحصر القضية فقط بمشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، ما هو بالمقابل بالمحافظات أيضا تشهد يعني عمل كبير في مختلف المجالات، نتيجة أكو عمل وأكو مشاريع يعني تنفذ في أرض الواقع. 6000 مشروع إذا أريد نقسمها حسب الفترات الزمنية، إيش قد النسبة اللي راح يكتمل منها خلال عمر الحكومة الحالية، وإيش قد يؤجل أو يرحل للحكومة اللي بعد؟ لكل مشروع دورة حياة، يعني المشاريع الكبيرة واستراتيجية هذا ربما يحتاج عمر خطة تنموية بمعنى عمرها 5 سنوات، فإذا يعني مشروع بدأ العمل به مثلا في عام 2023 ربما ينتهي في 2028.
هناك مشاريع نصف عمر خطة تنموية، يعني سنتين ونص أو ثلاث. بالنتيجة احنا نتحدث عن مشاريع بمراحل زمنية مختلفة وبالنسب إنجاز مختلفة أيضا. هذه السنة 2024 والسنة المقبلة 2025 سنشهد إنجاز الكثير من المشاريع، لأن هناك حقيقة دائما القرار والإرادة مهمة جدا في قضية التنمية وتنفيذ المشاريع، وإن كان بالمقابل ما زالت التخصيصات المخصصة للجانب الاستثماري ولجانب المشاريع قليلة، على اعتبار أنه هناك يعني استحواذ كبير للجانب التشغيلي على الجانب الاستثماري. نعم. ولكن هذا أيضا لا يعني بأي حال من الأحوال أنه ماكو مشاريع. اليوم أكو توجه نحو الاستثمار، نحو استقطاب رؤوس أموال للاستثمار في مختلف مجالات التنمية. إحنا اليوم نتحدث عن طريق بغداد الحلقي، ونتحدث عن طريق التنمية، ونتحدث عن مشروع الفاو الكبير، ومشاريع أخرى كبيرة في مجال النفط، في مجال الكهرباء. يعني أكو حركة تنموية، ولكن نتائجها ستظهر ربما خلال السنتين المقبلتين مثل ما ذكرت لك. حتى من ضمنها طريق بغداد الحلقي خلال هذه السنتين؟ طبعا طبعا. طريق بغداد الحلقي أدرج، ويعني قريبا سيبدأ العمل بإجراءات التنفيذ. يعني جيد. خلال إذا أريد نقسمها، أريد إحصائية ولو قريبة، من خلال هذه السنة كم مشروع سيكتمل، وخلال السنة القادمة كم مشروع؟ حقيقة مو من السهولة أن أتحدث عن أرقام، على اعتبار يعني أنت لو تنظر لتفاصيل المشاريع هي تفاصيل معقدة جدا ومن الصعوبة الإحاطة بها. ولكن أقول أنه هناك مشاريع ستنجز هذه السنة في مجال المستشفيات. لدينا ما لا يقل عن 15 مستشفى ربما ستنجز خلال هذه السنة والسنة المقبلة. هناك مستشفيات جديدة أيضا أدرجت في هذه السنة، 16 مستشفى جديد أدرجت بواقع 100 سرير لكل مستشفى في كل يعني في كل المحافظات، في الأقضية اللي تفتقر لوجود مستشفيات أو مستشفياتها متهالكة قديمة سيكون فيها مستشفى جديد سعة 100 سرير. وأيضا هناك مشاريع ستنجز، مشاريع ماء في محافظات الوسط والجنوب، مشاريع طرق كثيرة ستنجز خلال هذه السنة. صراحة تفاصيل كثيرة لهذا الملف ربما تحتاج وقت وتهيئة جيدة بالأرقام وبالنسب. جيد. هناك لجنة حكومية تم تشكيلها لإيجاد حلول للمشاريع المتلكية المتبقية، برأيك ما هي مخرجات هذه اللجنة اللي تم تشكيلها؟ اللجنة هي طبعا برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم. هناك لجنتان بصراحة، هي كلاهما برئاسة السيد وزير التخطيط. اللجنة الأولى تعنى بملف المستشفيات المتلكية، وقد تحدثنا كان أمامها تقريبا 70 أو 71 مستشفى متلكية عالجتها بالكامل، واستؤنف العمل في أغلبها، والبعض منها قليل ما زال يعني يحتاج إجراءات لاستئناف العمل به. واللجنة الأخرى اللي برئاسة وزير التخطيط أيضا وعضوية ديوان الرقابة وهيئة النزاهة، هذه مهمتها معالجة مشكلات في المشاريع الأخرى غير المستشفيات. يعني أي مشروع آخر متلكي ولأسباب يعني ترتبط بالتعاقدات بين الشركة المنفذة والجهة المستفيدة، أيضا هذه اللجنة تعمل الآن وحسمت الكثير من الملفات. أكو بعض الملفات معقدة يعني بها تداخلات كثيرة ومسارات كثيرة تحتاج إلى وقت، ولكن يعني هناك عمل وهناك إنجاز لهذه اللجنة حقيقة. وعندما تنهي عملها، يعني هي فيما يتعلق بالمستشفيات أنهت عملها، ولكن سيد رئيس الوزراء طلب من اللجنة أن تستمر لمعالجة أي مشكلة قد تظهر في المشاريع الموجودة في أرض الواقع اللي ما بها مشكلة الآن، بس ولكن قد تظهر مشكلة في أي لحظة. السيد رئيس الوزراء وجه أن اللجنة تبقى. الكثير من المعوقات ومنها تضارب الصلاحيات كان يمكن من أبرز الأسباب اللي عرقل المشاريع وسير تنفيذها، هذا شلون تم التعامل معه؟ هو لهذا السبب هذه اللجنة أعطيها صلاحيات، صلاحياتها مستمدة من صلاحيات رئيس الوزراء. فعندما تصل إلى نقطة من هذا القبيل ترفع التوصية إلى السيد رئيس الوزراء حتى يتخذ القرار بها. بالنتيجة مثل ما ذكرت لك أنه جلسات مجلس الوزراء الآن إذا تتابع في كل جلسة تقريبا أو بين جلسة وأخرى هناك قرارات تصدر بالمعالجات بناء على ما أوصت به هذه اللجنة. اللجنة عندما توصل إلى تنازع، إلى تقاطع صلاحيات، إلى تزاحم بالصلاحيات
وكل جهة يعني متمسكة بموقفها ترفع القرار لرئاسة الوزراء، السيد رئيس الوزراء يتخذ به القرار وتمضي الأمور. إذا صدر قرار مجلس الوزراء بالتأكيد كل الجهات ملزمة بتنفيذ هذا القرار. دكتور، برأيك متى نستطيع أن نقول أننا بدأنا أن نحصد أو نجني ثمار هذه الجهود الحكومية خلال الفترة؟ يعني صراحة احنا اليوم نتحدث عن برنامج حكومي، والبرنامج الحكومي بتوقيتات زمنية وبأوزان وبنسب إنجاز. احنا اليوم يعني كان هناك اجتماع في غاية الأهمية، أيضا هناك لجنة مشكلة برئاسة السيد وزير التخطيط وضم في أضويتها وزير النفط ووزير الإسكان والبلديات ووزيرة الاتصالات وجهات أخرى. مهمة هذه اللجنة حقيقة هو تقييم المنجز الحكومي وتحديد الآليات المناسبة لرفع وتيرة العمل في المشاريع الحكومية. لهذا يعني نحن ملزمون بهذه التوقيتات الزمنية التي ضمنها البرنامج الحكومي، وكل وزارة ملزمة بأن يعني تنجز ما مشاريعها وفق هذه التوقيتات الزمنية. مشاريع في أي مجال، مشاريع يعني بالاتصالات، بالإسكان والعمارة والبلديات، بوزارة النفط، وزارة الكهرباء. هذه السنة فيها ستكون حاسمة لكثير من المشاريع، والسنة المقبلة 2025 يعني هي الأخرى ستكون يعني ما يتأخر خلال هذه السنة سينجز خلال السنة المقبلة. وأكرر مرة أخرى، حسب عمر المشروع، حسب توقيتاته الزمنية ونسب الإنجاز. هل هناك مشاريع متلكئة لم يتم استئناف العمل بها وما أبرز الأسباب؟ عندنا 450 مشروع، هذه ما زالت في طور البحث والمعالجة. هذه بها تعقيدات نتيجة التعاقدات لهذه المشاريع. يعني مثلا شركة تلكأت وسحب العمل منها وباقي معلق بالقضاء، بقرارات قضائية أو بأحكام قضائية. بعض المشاريع فيها تخصيصات مالية أنفقت فيها تخصيصات مالية مثلا متوقفة منذ سنوات، يعني هذه الإجراءات القضائية كم تحتاج من الوقت والمشروع يبقى متوقف؟ ما هي يعني احنا أغلب المشاريع المتبقي فقط هو هذه 450 من 2600 مشروع، بتبقت عندنا فقط هاي 450، عولجت البقية بين استئناف عمل وبين معالجة وإلى آخره. بقت عندنا هذه 450، واللجنة حقيقة جادة في عملها. يعني تدري القضية من تروح إلى ساحة القضاء بعد احنا يعني نتوقف عند هذا الخط، يعني ما نقدر ندخل في ساحة القضاء، يبقى القرار للقضاء حتى يحسم ملف أي مشروع من هذه المشاريع. بسؤال أخير لجنابك كمتحدث باسم وزارة التخطيط، كيف تقيم عمل الحكومة خلال هذه الفترة على أرض الواقع؟ بالتالي اليوم نشهد رضا نسبي بالشارع العراقي من قبل المواطن. يعني بالنتيجة أنا جزء من هذه الحكومة، و يعني أكيد ربما تكون شهادتي مجروحة كما يقال، ولكن للإنصاف أقول ما قامت به هذه الحكومة على فترة أقل من سنتين، سنة وثمان أشهر صار عمر هذه الحكومة تقريبا، حقيقة كبير جدا، ولا يقتصر على جانب معين. يعني الحكومة يعني دخلت في كل المجالات ضمن أولوياتها. هسه نتحدث عن قضية الرعاية الاجتماعية، إذا نتحدث عن البطاقة التموينية، إذا نتحدث عن مشاريع فك الاختناقات المرورية، إذا نتحدث عن الطرق مشاريع الطرق، إذا نتحدث عن مشاريع الماء، يعني مشاريع كثيرة. أيضا يعني هناك الكثير من المشاريع للكهرباء. اليوم نتحدث، اليوم نشوف الشارع العراقي يقول وين حلول الحكومة للكهرباء، لكن توقع أكو الكثير من المشاريع لإنتاج الغاز وإنتاج حتى الكهرباء بالمناسبة. يعني برغم يعني سوء وضع الكهرباء، ولكن إذا نقارن نسب الإنتاج الآن نتحدث عن حوالي 25,000 ميجا وات بالمقارنة مع 21 قبل سنتين، يعني صعدنا 3,000 أو 4,000. أيضا المنجز كبير، ولكن في المقابل الاستهلاك هائل عندنا. الاستهلاك بالعراق، استهلاك الكهرباء يعني غير منطقي بصراحة، هائل يعني جدا. احنا نتحدث عن 43 مليون نسمة في العراق، نتحدث عن 10 ملايين أسرة تقريبا قوام مجموع الأسر بالعراق، ولديك هذه التجاوزات والتجمعات العشوائية وغير هذه كلها، يعني استهلاك غير مقنن
هذا بالتاكيد اي هذا مو ذنب المواطن، بالتالي المواطن يقول لك هذا عمل الحكومه، نظموا اموركم واريد تعطوني كهرباء. لا هو حق هو طبعا المواطن حقه انه يريد كهرباء، ولكن انت مع هذه الزياده السكانيه ومع محدوديه الامكانات نحتاج ان نرشد استهلاك، نحتاج ان نقنن توزيع الكهرباء في البلد، والا يعني قد ما تنتج كهرباء ما راح تغطي. احنا اليوم ننتج 25 والحاجه او الذروه نحتاج الى 48 او 50 الف ميجا واط، يعني عندك عجز تقريبا بالنص. فحقيقه نحتاج الى تعاون، نحتاج الى عمليه تقنين الاستهلاك الكهرباء، نخطط يعني. تكون هناك جبايه، بالتالي يكون هناك توزيع عادل، طرق لجبايه الاموال حتى نسيطر يعني من الماء. يعني بصراحه يعني مثلا يعني فقط ما تقدمه وزاره النفط لوزاره الكهرباء، نتحدث عن تريليونات الدنانير اللي هي تروح كدعم للكهرباء من وزاره النفط، وبالنتيجه الحكومه يعني تبذل كل ما بوسعها بكل ما بامكاناتها حتى توفر الطاقه الكهربائيه للناس، اسوه بباقي الخدمات الماء وغيرها. نعم. المتحدث باسم وزاره التخطيط دكتور عبد الزهر الهنداوي، اشكرك جزيلا الشكر على هذه المعلومات. شكرا جزيلا لجنابك. اذا مشاهدينا، ملفنا الثاني راح يكون عن انطلاق الاعمال التنفيذيه في الطريق المؤدي الى مدينه علي الوردي السكنيه الجديده، نفتتحها واياكم باستطلاع من الشارع العراقي، نتابع. من يوم اللي استلم السيد السوداني المحترم توجه نحو البناء المجمعات، وهاي خطوة إيجابية تنحسب إله. ما كنا أصلاً كنا مفتقديها بالحكومات السابقة، يشد على إيده وكلتنا وياه، وهذا توجه حقيقة مال المهندس. طبعاً هذا مشروع محترم، وهاي تكون قضية مبدئية فكرية إنسانية لخدمة العراقيين، وهذا المشروع الذي يقوم به محمد الشياع هذا مشروع جيد جدا، ويجي كل مسؤول، مو ليس محمد الشياع، كل العراقيين يقومون بخدمة الإنسان العراقي الموجود المظلوم. هاي المدن الخارجية يعني دائما نشجع عليها، لأن أولا تخفف من الازدحام داخل بغداد، تدري تبعد بغداد مدينة فيها كثافة سكانية كلش هواية يعني. بالإضافة إلى ذلك يعني إذا هم هسه أنا أشوف على إعلانات هاي المدينة يعني شيء متكامل من ناحية الكهرباء، الماء، الخدمات، المدارس، هي مدينة سكنية مو مجمع. بالنسبة للمشاريع الخارج بغداد السكنية أنا أشجع عليها 100%، ليش؟ لأن بغداد أصبحت يعني العاصمة غير لائقة للسكن. أول شيء ازدحامات، خنقة الاختناقات، التسممات مال المولدات والمصانع. إذن مشاهدينا نشوف وإياكم انفوغراف عن المشروع، نتابع. إذا محور الحديث في هذا الملف نتناقش به مع المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان الأستاذ نبيل الصفار، مرحبا بجنابك. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك أستاذ نبيل. بداية، أول مرة تقريبا نشهد اهتمام
كبير بمشاريع مكملة للمدن السكنية كالنقل وغيرها. بداية خلينا نتحدث عن تفاصيل مدينة علي الوردي، سعة هذه المدينة وأيضا الطريق الذي سينفذ والأعمال التي ستنفذ في هذا الطريق وصولا إلى المدينة. نعم، مساء الخير وتحية طيبة لحضرتك وإلى كل مشاهدي قناة الأيام الكرام. بالفعل يعني مشاريع السكن تحديدا تحتاج إلى خدمات البنى التحتية التي تصل إلى أماكن هذه المدن، ونحن نتحدث عن مدن الآن وليس مجمعات. نعم. خاصة وأنه إحنا من أطلقناها كان التوجه أنه أبتعد عن مراكز المدن والمحافظات الموجودة، لأن صار هناك ضغط هائل على خدمات البنى التحتية اللي موجودة في داخل هذه المدن. لذلك واحدة من أهم الأمور اللي تحتاجها هذه المدن بكل تأكيد هي الطرق الرابطة اللي تصل إلى هذه المدن، حتى تكون هناك بيئة جاذبة نستطيع من خلالها أنه إحنا نستقطب الناس ونشجعهم على أن يسكنون خارج مراكز المدن والمحافظات اللي موجودة. مدينة علي الوردي هي واحدة من المدن الخمسة اللي تم الإعلان عنها من خلال الفريق المشكل برئاسة معالي السيد وزير الإعمار والإسكان. نعم. وهي أكبر مدينة حقيقة في البلد، يعني هذه راح تشهد 120 ألف وحدة سكنية على مساحة 24500 دونم. أيضا هناك صيغ الشراكة الجديدة أيضا اللي يعني لأول مرة تنفذ في العراق، اللي هو أنه راح تكون هناك نسبة من هذه المجمعات أو الوحدات السكنية تعطى إلى الطبقات المستحقة. بهذه المساحة هي داخلها تحتاج يعني إلى بكل تأكيد الخدمات البنى التحتية اللي تحتاجها تحتاج إلى لذلك إحنا اتجهنا صراحة إلى موضوع الاستثمار بالطريقة الصحيحة، كيف أنه أنا يعني أستقطب المطورين والمستثمرين اللي عندهم ملاءة مالية وإمكانية. نعم. يعني أنا من دا أعطي هيش مساحة من الأرض بكل تأكيد هي مساحة كبيرة، ولأول مرة أيضا أنه نحن نعطي هيش مساحة استثمار. لذلك يعني من راح أعطي للمستثمر هيش لازم يكون هناك مقابل إلى الدولة أنه تستفاد من عنده. نعم. خاصة وأنه مشروع المدن تحديدا يعني عندما أطلق استهدفنا بالطبقات الهشة وطبقات ذوي الدخل المحدود اللي راح نساعدها على أنه تقتني لها وحدات سكنية. نعم. فموضوع خدمات البنى التحتية أيضا هي يعني تم إدراجها بالعقد الموقع مع المستثمرين والمطورين أنه يجب إيصال الخدمات ولا يبني أي وحدة سكنية قبل أن يوفر هذه الخدمات البنى التحتية اللي موجودة. طبعا هي الدولة ملزمة بإيصالها إلى حدود هذه المدينة. نعم. وبالتالي المطور هو اللي يكمل يعني توزيع هذه الخدمات على الوحدات السكنية. نرجع إلى موضوع طريق اللي هو راح يكون واصل إلى هذه المدينة، يعني هو مكمل، يعني شوف خطوات اللي إذا تتخذها الحكومة حقيقة هي خطوات صحيحة ومتسلسلة، لأن إحنا بالسابق استراتيجيات الخاصة بموضوع السكن كانت خارج مراكز المدن بتوزيع قطع أراضي، لكن ما كانت توصل لها خدمات. شنو فائدة مجمع ومدينة سكنية لا طريق مؤدي إلها، لا سوق بيها، لا مدرسة، لا مستشفى، لا جسر؟ إحنا هذه المدن يعني ذكرت لك إنه هي راح تكون مدن حضرية ومستدامة وسيراعى فيها كل معايير البناء المستدام. لذلك احنا يعني بكل تأكيد هي سوف تكون بيئة جاذبة قوية للناس لأنه تسكن، خصوصا عندما تتوفر هذه الخدمات. هذا الطريق هو يتكون من جزئين حقيقة، الطريق الحلقي اللي يربط هذه المدينة يكون حول المدينة اللي هو بطول 34 كيلومتر وبعرض 12 متر، وأيضا هناك طريق رابط راح يوصلك إلى هذا الطريق الحلقي اللي هو يحيط بالمدينة اللي هو بطول 23 ألف كيلومتر. نعم. وأيضا يربطه بطريق بغداد الكوت، وهناك أيضا مجسر على نهر دياله ضمن هذا الطريق، وأيضا هناك التقاطعات اللي موجودة ما بين الطريق الرابط مع طريق بغداد الكوت وما بين الطريق الرابط مع هذا الطريق الحلقي، بكل تأكيد هناك أيضا مجسرات وتوسعة للتقاطعات اللي موجودة به. أيضا راعينا أثناء التصميم يعني من خلال الفترة الماضية احنا كنا نشتغل على هالموضوع. نعم. هذا صراحة موضوع ربطه بالطريق الحلقي اللي هو حول بغداد، الطريق الحلقي الرابع اللي راح يربط كل مداخل بغداد الرئيسية. ايضا يعني تم مراعاة هذا الموضوع في انشاء، واحنا يوم امس وضعنا حجر الاساس. خلي شوي نخرج من هاي. نعم. اريد بعض التفاصيل عن الطريق الحلقي، الكثير اليوم يتساءل عنه، ولكن الصورة. نعم. لحد صح هو غير. هذا حقيقة من الطرق القديمة واللي هو هذا يعني احنا نعتبره هو واحد من المشاريع المكملة لمشاريع فك الاختناقات المرورية. هذا عبارة عن حلقة او رنج يعني يحيط به بغداد،
يربط كل مداخل بغداد الرئيسية، يعني مدخل بغداد الموصل، مدخل بغداد كركوك، مدخل بغداد أبو غريب، مدخل بغداد الحلة، وأيضا مدخل بغداد الكوت وديالة، ويرتبط بطريق دورة يوسفية. هذا غير طريق القناة ومحمد القاسم. لا لا لا، هذا طريق قلت لك يكون عبارة عن حلقة حول بغداد. هذا راح يسهل الحركة المرورية، سير المركبات القادمة من الشمال إلى الجنوب وبالعكس، ومن الشرق إلى الغرب دون المرور بالعاصمة بغداد. وصلنا يعني احنا الى مراحل نهائيه في اعداد التصاميم، وان شاء الله يعني ايضا تم توفير التخصيصات الماليه الخاصه به. ممتاز. طلبنا من الشركه انه ايضا تعين لنا اولويات لتنفيذ هذا الطريق. تعرف كان اكو حقيقه الكثير من التعارضات والاستملاكات اللي موجودين، هو نعم. تصميم الطريق قديم مثل ما معروف، وان شاء الله ايضا خلال هذا العام يعني يتم المباشره بالطريق الحلق الرابع، اللي هو يعني من أهم الطرق اللي راح تخدم بغداد بكل تأكيد. بالتأكيد بالتأكيد. نعم. حسب المعلومات اللي متوفرة على جنابك، يحتاج إلى وقت طويل أم مثلا جوز خلال هو هذا؟ لا، هو هذا الطريق حقيقة يعني هو 94 كيلومتر، عرض 100 متر، أيضا يعني راعينا بالتصميم أنه مسألة النقل العام. إن شاء الله حال ما يطرح يعني بكل تأكيد المعايير اللي يتم اتخاذها، أو اللي يعني ضمن الاستراتيجيات الجديدة اللي تبنيناها في تنفيذ مشاريع الطرق واللي أثبتت نجاحها. نعم. يعني باستقطاب الشركات اللي عندها كفاءة وملاءة مالية بكل تأكيد، يعني هو عامل الزمن هو واحد من نقاط المعايرة والمفاضلة اللي راح يتم على أساسها أعطاها لهذه الشركات. يعني الفترة الزمنية خلينا نقول في لكل جزء من هذه الأجزاء بكل تأكيد هو راح يكون يعني وقت قياسي. نعم، نحن محتاجين هذا الطريق، فكرة أنه تأخر فترات طويلة جدا. جيد. نرجع لمشاريع الطرق اللي أو البنى التحتية و مثلا مدينة علي الوردي وغيرها، برأيك ما مدى مساهمة هكذا مشاريع بزيادة رغبة المواطن على الذهاب والسكن في هذه المدن الجديدة؟ يعني هو احنا حال ما شرعنا بهذا، هو قلت لك كان اكو هناك يعني نقطتين أساسية بموضوع المدن السكنية الجديدة، انه انا اولا كيف اجذب المطورين والمستثمرين والشركات العالمية حتى يكون استثمار بشكل صحيح، انا اريد مستثمر يجي هو يكون عنده متمكن صراحة. النقطة الثانية هو كيف ان أخلي الناس يعني تسكن بمثل هيك أماكن. إحنا معروف يعني التركيز يكون في مراكز المدن، قد يكون بحث عن فرصة عمل، يمكن الظروف اللي مر بها البلد، فصار ضغط كثير على مراكز المدن بالمحافظات أيضا، يعني يجون يسكنون في هذه وصار ضغط على الخدمات. فذن النقطتين حقيقة إحنا شرعنا بهن من خلال المستثمرين، قلت لك إحنا بدنا نعطيهم هالمساحات، وأيضا هناك يعني فرص استثمارية كبيرة لإنشاء مراكز تجارية، لإنشاء المجمعات، لإنشاء يعني أي مدينة متكاملة، يعني من ناحية الخدمات الصحية والخدمات التعليمية وكل ما يكون هناك في هذه المدينة، بحيث أني أسكن بها ما أضطر أرجع إلى مركز المدينة، وبالتالي الناس اللي أيضا راح تروح تسكن هناك من تشوف الخدمات كلها متكاملة، وهي راح تكون، أنا أقول لك يعني صراحة راح تكون مدن على مستوى عالي وعلى طراز عالي من البناء، حتى يعني راعينا مسألة المساحات الخضراء والمساحات المائية، لأن احنا يعني سيد وزير البيئة هو عضو في هذه اللجنة، وهناك معايير بيئية متبعة لديهم في إنشاء مثل هيك مدن، حتى مواد العازلة للحرارة، ويعني بكل تأكيد احنا داخل بغداد شهدنا المجمعات السكنية وأسعارها الخيالية جدا، يعني نشوف بعض المجمعات الشقة بها يصل سعرها ل 500 مليون، صحيح 480 بالأسعار. نعم مليون صحيح. فالمواطن قام من يسمع بشقة ومجمع سكني يبتعد صراحة، يخاف من أسعارها، يقول لك أروح أخذ لي بيت بربع هذا السعر أحسن لي. شلون راعيتوا موضوع الأسعار بهذه المدن؟ هذه أيضا يعني تم تثبيت فقرة تعاقدية مع المطورين بعدم المضاربة بالأسعار، على اعتبار أنه موضوع العقارات هو يعني يخضع لمسألة العرض والطلب، الكثير من أصحاب رؤوس الأموال قاموا يشترون بهالموضوع هذا باعتبار انه يعني حاجه كبيره للوحدات السكنيه. هذا ايضا احنا راعينا من خلال قلت لك تثبيت فقره تعاقديه بعدم المضاربه بالاسعار وتحديد السعر ضمن دراسه الجدوى التي تقدم. اثنين، هناك تفاهمات بكل تاكيد ستكون ما بيننا وبين البنك المركزي لغرض ايجاد صيغ تمويل للمواطنين. قلت لك احنا بالدرجه الاساسيه مستهدفين الفئات الفقيره والهشه وذوي الدخل المحدود، فلذلك يعني هذا ايضا ماخوذ بنظر الاعتبار. نقطه اخرى انه عدم السماح لي يعني شخص ان يشتري لي اكثر من وحده سكنيه في هذا في هذه المدن، فهذه حتى تعطي فرصه الى اخرين لغرض انهم تساعدهم على الحصول على هذه الوحدات السكنيه. هناك رؤيه ايضا من الحكومه بان
يعني تتحمل 50% من قيمة هذه الوحدة السكنية. طبعا أنا أحكي لك على النسبة التي سترد إلى الدولة، يعني نعم. مثلا مدينة علي الوردي 120,000 وحدة سكنية، هناك 10% من هذه الوحدات ستكون هي حصة الدولة، هاي اللي هي راح يتم يعني توزيعها على الفئات المجتمعية المستحقة أو مساعدة ذوي الدخل المحدود في أنهم يقتنون لها. وبالتالي موضوع ضخ عدد من، يعني إحنا ضمن رؤيتنا واستراتيجيتنا ضخ عدد كبير من آلاف الوحدات السكنية نعم. بالسوق راح يؤدي تدريجيا إلى نزول الأسعار لا محالة بكل تأكيد. يعني ايش قد يحتاج من الوقت حتى اليوم نشهد مدينة أو مدينتين من الأصل المدن الخمسة اللي الخمسة مثلا أنا أحكي لك الجواهري مثلا هي السقف الزمني مالتها، تدري احنا نتحدث عن مدن هذه المرة نعم. والمدن يعني تحتاج إلى وقت يعني من 3 إلى 5 سنوات بالنسبة إلى مدينة الجواهري، مدينة علي الوردي من 5 إلى 8 سنوات تكون كاملة. لكن أيضا الحصة اللي راح تكون للدولة هي راح تكون في بداية يعني عدد الوحدات التي سيتم إنشائها هي هذه اللي راح تكون للدولة، والباقي بكل تأكيد يعني المستثمر هو أهم من حق المستثمر إنه هو يستفيد بكل تأكيد يكمل باقي فقرات المشروع وفق الأسعار اللي تم تحديدها بدراسة الجدوى وعدم المضاربة بها مثل ما ذكر. بسؤال أخير، أي الأعوام سيكون عام المشاريع والإنجازات اللي تم العمل عليها خلال هذه السنة والكبيرة؟ احنا يعني عام 2024 مثل ما معروف أطلق عليه دولة رئيس وزراء هو عام الإنجازات. بالفعل يعني احنا 5 من هذه المشاريع فك الاختناقات تحديدا اذا ما نعم. تحدثنا باعتبارها تلامس حياة المواطنين. أيوة. رغم انه احنا عندنا الكثير حقيقة من حتى مشاريع الطرق، يعني احنا اكثر من 80 مشروع عدا مشاريع فك اختناقات نعمل بها في المحافظات بالإضافة الى باقي خدمات الماء والمجاري، ايضا نعمل به يعني حوالي أكثر من 65 مشروع في قطاع الماء والمجاري في كل المحافظات. فعام 2024 شهدنا افتتاح 5 من مشاريع فك اختناقات، وصولا إلى نهاية العام إن شاء الله سيكون هناك 6 من هذه المشاريع أيضا دخلت إلى الخدمة. أكملنا أيضا بالفترة السابقة يعني على مستوى المشاريع الخاصة بخدمات البنى التحتية، يعني عندنا 55 مشروع احنا انجزناها في قطاع الطرق، عندنا 10 مشاريع انجزناها في قطاع المجاري، عندنا مشروعين أيضا في قطاع الماء، وإن شاء الله يعني هناك يعني من 10 إلى 12 مشروع أيضا ينجز خلال منا إلى نهاية العام في قطاعات مشاريع الطرق. هذه اللي إذا تم إنجازها واكتملت خلص بعد هذه مشاريع الطرق لا أكوب أيضا لا بكل تأكيد احنا من أطلقنا حزمة أولى، معناته أنه هناك حزمة ثانية وحزمة ثالثة، ويوم أمس أيضا أعلن سيد وزير الإعمار والإسكان عن إطلاق أول مشروع ضمن الحزمة الثانية اللي هو جسر الصرافية الثاني، واللي راح يكون هو مكمل لمشروع مجسر فائق حسن اللي تم افتتاحه في هذا العام. من ضمن هذه المشاريع طريق جديد، أكل يوم الكل يتحدث يقول لك جسر وتقاطع ونفق حل لكن مو الحل الأمثل، نحتاج إلى طرق جديدة للعاصمة. بكل تأكيد أنا قد ذكرت لك الطريق الحولي هو هذا واحد من أهم الطرق اللي راح ينجز. أيضا ضمن رؤية الحكومة واستراتيجيتها في قطاع النقل والطرق بصورة عامة، هناك باقي الجهات أخذت على عاتقها إنشاء بعض المشاريع الحيوية الاستراتيجية المهمة مثل طريق التنمية اللي يعني أيضا باشروا بإعداد التصاميم الخاصة به، أيضا عندك مترو بغداد وعندك قطار المعلق، يعني أيضا واحد من المشاريع الحيوية الاستراتيجية. فيما يخص الوزارة وفيما يخص الطرق يعني دائرة الطرق والجسور، بكل تأكيد احنا المسؤولين عن الطرق الرابطة ما بين المحافظات، وذكرت لك عندنا العديد من هذه المشاريع اللي نعمل بها واللي أنجزنا الكثير من عندها ومستمرين إن شاء الله يعني خلال هذا العام والأعوام القادمة أنه ننجز الكثير من هذه المشاريع أيضا إن شاء الله. المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان الأستاذ المهندس نبيل الصفار، أشكرك جزيلا الشكر على هذه المعلومات. شكرا جزيلا لجنابك. مشاهدينا الآن ننتقل وإياكم لمتابعة أبرز ما جاء في حساب الإمام الخامنئي على منصة إكس حول الانتخابات الإيرانية، نتابع.
ختام الحصاد بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم. العوادي يؤكد أن الحكومة تبدي استعدادها لدعم متطلبات نجاح انتخابات برلمان إقليم كردستان. رئاسة إقليم كردستان تعلن تحديد 20 من تشرين المقبل موعداً للانتخابات البرلمانية. وزارة الداخلية تعلن إنجاز المرحلة الأولى من عملية تسجيل الأسلحة غير المرخصة. وزير الصحة يفتتح عيادة إسماعيل ناجي الطبية الشعبية بمنطقة الصالحية في بغداد. الأمن الوطني يعلن عن القبض على 5 متهمين يتاجرون بعقارات أهلية وحكومية في محافظتين. مشاهدينا، حصاد الليلة انتهى، شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.